يسعد مساكم صبايا شباب متابعين. اعتدنا انه نقطف من كل بستان وردة، اليوم رح نقطف وردة شامية اصيلة، هي الوصفة ابو بسطي. تعلمتها على الاصول من ست شامية اصيلة. هذا هو التمر الهندي، بنشتريه جاهز. انقعي تمر هندي، هذا هو، انقعي بماء ساخن، بدنا تقريبا كوب ونص حسب الذوق الشخصي، انقعي زيادة أفضل ما ينقصي. اللحمة يفضل انه تكون خاروف، بدي اسلقها مع منكهات عطرية. البصلة بحالة تركية، بتقضي على الزنخة، ورق غار، حبتين هال، مسمار قرنفل، فعلا بناخد ريحة وطعم ولا أطيب. نحن بحاجة لقرعة، هاي هي الموجودة المتوفرة عنا بالسعودية، المفروض نقشرها بهالشكل ونقطعها مكعبات خشنة على مبدأ السفرجلية مشان تعطينا قوام وشكل جميل. مقدار اللحمة نص كيلو، برجع بقول حسب الذوق الشخصي. مجرد ما تغلي رح نقش الزفرة ونتابع سلق اللحم. بالنسبة لمقدار القرعة ممكن تحطي كيلو وممكن تحبي نصف كيلو على مبدأ السفرجلية صبايا الحلبية. قشينا الزفرة، بدنا الطريقة الأصيلة اللي بتعطي الطعم الأطيب وهي الصحية، نص معلقة دهنة أو معلقة دهنة، بتسرع من استواء اللحم وتعطي طعم ونكهة أطيب. من سلقة اللحمة رح أصفيها وأتخلص من المنكهات العطرية فيها. ممكن تحطوا سمنة، ممكن تحطوا زيت، هو الأصيل دهنة، معلقة دهنة. بنحط البصلات بهالشكل يكونوا صغار، البديل بصلتين افرميهم شرائح طولية. إذا بموسم البندورة والبندورة حمراء وطعمها حامض رح يلزمنا معلقة بس دبس بندورة، ولكن إذا البندورة ما لها حمراء وما لها حموضة رح يلزمنا معلقتين ونص كبار. دبس البندورة هو داعم للحموضة وبنفس الوقت للون. رح أعصر البندورة وأصفيها. دبس البندورة، بدي أروح طعمة التخزين. رح نحط كاستين العصير البندورة. بدنا ندعم الحموضة، الأصالة بتقول تمر هندي، عصير تمر هندي. بالبداية حطي نصف كاسة ودوقي وبعدين بتعدلي. طب البديل تمر الهندي إيش هو؟ عصير الليمون، رح أحطه وانتظر. يفضل نقعه قبل ما تنامي، عند الصبح بتلاقيه مفكفك كلياته، بنعمله بهالشكل وبعدين بنصفيه. صفيته بشاش مرتين. رح احط اللحمه والمرقه. اجى دور القرعه، ممكن تحطيها كما هي وممكن تقليها بزيت وممكن تحطي معلقه دهنه مع زيت أو سمنة ونشوحها لناخذ الطعم الأطيب. من حين لآخر بنسفها بهالشكل. طفيت أنا، أخذت طعم مميز، هلأ بدي أضيفهم للحمض. بعد الغليان مندوق الحموضة، درجة الحموضة تبعتها، لأنه بعد وضع القرع بتتعزز النكهات وبتقوى، لأنه القرعة فيها جزء من الحلاوة. هالأثناء بتعدلي الملح والحموضة. رح يلزمنا توم معلقة ونص مع نعناع، أنا بحطهم على دفعتين، بحط وبدوق حمضة. البعض بيسمع بمعلقة الدهنة بيرتعب، صدقيني هو الدسم الجيد للجسم، خصوصاً السمن مهدرج اللي عم ينزل على السوق والزيت مهدرج. كلوا لقمة طيبة ولكن بمقادير صحيحة، صدقيني بعمرك ما بتسمن. بقي مقدار الحمض، ربع كوب أو نصف كوب.
الحمص من آثار الدسم اللي نسفت فيه القرعة، حطيت الحمصات مشان أروح المادة التخزينية. إذا كان الحمص جاهز صفيه واغسليه بماء بارد وبعدين نسفيه بآثار من الدسم. رح أحطه بالنهاية لأنه مسلوق وخالص. رح أحط الحمصات، رح أحط مقدار الثوم 10 دقائق ورح أطفي عنها. بالنسبة لدرجة السيولة، البعض بيحبها شوي يكون فيها مرقة، البعض بيحب المرقة تكون قليلة، هذا كله منسميه ذوق شخصي ونحترم الجميع. المهم تكون الطريقة صحيحة 100% لناخد الطعم الأطيب والنفس المميز. طيب بدنا نعمل اختبار، نعمل بالنسبة للسماكة المرقة ما بدها تكون بيزلة، القرعة بدها تكون مستوية وبنفس الوقت متماسكة شكلها حلو. أحط نكهة حلبية البهار الحلبي اللي هو 7 خلطات، فعلا بيعطي طعم مميز زائد للثوم والنعناع. أخذنا تسبيك رائع مع تماسك مع لحمة نازلة نيفة. شوفوا لي روعة الشكل، البصل متماسك مستوي. رح أنبه على شغلة، تمر هندي أخذت 3/4 كوب. رح نعمل برغل بشعيرية جنب وصفتنا. إذا 1/2 كوب إشعيرية بحاجة لنصف كوب ماء، إذا 3/4 كوب إشعيرية معناتها بحاجة ل3/4 كوب ماء. حطينا زيت بيعطي فلفلة زائد سمنة ورح نحمص الإشعيرية. 3/4 تحميص الإشعيرية بحط كاسة البرغل، 2 تقليبات فقط. كل كوب برغل إذا كان قاسي بيحتاج الكوب برغل 2 كوب ماء، ما بتفرق ماء لحم ولا ماء عادي، يفضل ماء عظم، ماء لحم دجاج، ماء لحم خروف، بقر، ما في مشكلة. كل كوب بياخد إما 2 كوب إلا ربع أو 2 كوب. مقدار الماء للبرغل والشعيرية، نظبط الملوحة ونار قوية بالبداية. بديل مرقة اللحمة مكعب ماجي بيعطيكم طعم. رح أحط ملح بديل مرقة اللحم مكعب ماجي. رح نحركه ندوق المرقة تماما لنتأكد من درجة الملوحة. بالبداية نار عالية، رح نتفقده، منخفف النار، معلقة غطي ويرتاح ورح أطفي. بالتغطية بتفتح البرغلة أكتر. رح نسكب الطناجر هدول من جوا ستانلس. رح نشوف روعة أبو بسطي، كلي وانبسطي، فرجيكم شلون متماسك. أنسى النكهة الحلبية نزلة مقاديرة البهار الحلبي بهالشكل، بيعطي طعم مميز. البديل فلفل أسود جنب برغل ولا أروع. بدنا نشوف روعة وجمال هالبرغل هاد، ورح نسكبه فعلا ولا أروع.